طماطة بألف ونص، باذنجان بألف ونص، الخيار بألف، قرع 750، فليفلة بألفين، بطاطا وبصل 500. سبب الارتفاع؟ سبب الارتفاع ما يخلون منتج استيراد يجي على الموصل، كله محلي، ولهذا صعدت أسعار. محلي يفي بالغرض؟ لا ما يكفي. يسد الحاجة؟ لا ما يسد الحاجة. طماطم منين يجيبوها؟ هاي شنو؟ انتاج محلي. وين؟ مغطات ولا شنو؟ والله مغطات ودوبة تكفي منطقة صغيرة، احنا موصل كبيرة. إذا ما يفتحون الاستيراد خلي العالم تزرع، أما لا يدعمون الفلاح ولا يخلون الحدود مفتوحة. تأذى المواطن حيل تأذى، أسعار الباذنجان بالشمال بربع إيراني. طماطم ب 400 دينار. موجودة. الخيار ب 500 درجة أولى هناك. هم عندهم زراعة هم؟ عندهم زراعة بس يستوردون. المستورد مفتوح يسهل الامور. والله اسعار غاليه، اسعار فرد مره غاليه. ايش قد صار ارتفعت؟ والله صار فوق الشهر، شهر ونص. في خلال هاي الايام ما ارتفعت بعد؟ بلى، لان هم اسعار يقول لك على مود منتوج الوطني. زي الفلاح من له يعني طماطم مال نجف ومال بصره كلها انتهت، ومن هنا سادين الطريق مال اربيل. ومال الموصل هم انتهت يمكن؟ مال الموصل بعد ما طلع، معاش الموصل بعد اسع وراه معاش سامرة كله ما طلع المعاش. يعني التوقيت ما كان مضبوط؟ ما كان مضبوط. زين اسعنا كمثال من عول الثوم، احنا مين لنا ثوم؟ العراق مين له ثوم؟ الثوم تو يطلع العراقي. او من عول الطماطة، زين المواطن ايش راح ياكل؟ طماطة بألف ونص اليوم ليش؟ الخيار. الخيار بألف. هو صحيح محلي بس اسعار غاليه. زين انت من تمنع حاجه لازم عندك مكانها يسد الحاجه. ايه لازم يسد الحاجه للبلد متوفره. انت تسد حاجه اذا كانت بربع دينار سدها صار بألف دينار. البصل بيش؟ ثلاثة بألف. هذا منين؟ نجف عراقي مال نجف. متوفر؟ ايه زين اكو. بس بطاطا زينه بس عندك المعاش والله. مثل ايش المعاش تقصد؟ والله عندك الاسود، الطماطه غاليه، طماطه بألف ونص، الفقير أمين يجيب؟ أمين يشتري؟ انت ما اشتريت طماطه؟ ها؟ اشتريت طماطه؟ والله احنا عندنا يعني تقدر تشتري بس العالم ما تقدر تشتري. عالم صعب عليها. مستورد ممنوع، وطماطه عراقيه ماكو بالسوق. يعني ماكو لا بال خلينا نقول بالمناطق الجنوبيه ولا بالموصل؟ الجنوبيه موجوده بس ممروده، هاي نهايتها. يعني المفروض يفتحون حد مع الشمال، بالشمال الطماطم بربع. هاي نهايتها ماكو شيء. اي ماكو شيء، يعني على ما تصلين الطماطم ما يصافي. هسه الفليفله تقول لها بالسوق ب 1400 دينار. هسه تقول العالم ب 2000 دينار، منو يشتري؟ العالم عليكم اقبال مثل قبل؟ لا يعني يجي ياخذ كيلوين من هذه، كيلوين من هذه، ثلاث كيلوات من هذه. لا والله ربع كيلو مرات الله وكيل لك اكثر. الفليفله غير، الفليفله باذنجان بالوحده ننطيها زي هيك الناس اللي ما عندها. تقول لي بس في الليفلة فليفلتين، ها يوم اخذي.